اهلا بحضراتكم من جديد، يعني نوروني في الاستوديو الاستاذ الكبار الاستاذ جمال الزهيري. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، نور الدنيا. انت منور والله، دايما بتنورني والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك، سعيد بوجودي معاك يا فندم. ايضا الكابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق، منورنا يا كابتن. اهلا بيك كابتن ميدو، واهلا بالساده المشاهدين. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله يا كابتن. يعني ابدا بحضرتك. اتفضل. نتناول الرؤيه الصحفيه. اتفضل. لمباراه الاهلي والنجوم السعوديه، النجوم السعوديه المحترفين، المباراه اللي هي جايه حتى في ضغطه الاهلي في مسابقه الدوري الممتاز، وبرده النادي الاهلي بيمثل مصر حتى في كل مكان، حتى بالرغم من الضغط اللي هو فيه. بص حضرتك، هو اولا قدر النادي الاهلي على طول ان هو مضغوط، يعني انا ما وعدتش على النادي الاهلي مش مضغوط، دايما عنده ارتباطات محليا وافريقيا وعربيا، واعتقد ان دي برضو سمه الفريق الكبير، يعني الفريق الكبير او النادي الكبير اكيد اللي هو مطالب بانه يشارك في العديد من الاحتفاليات والبطولات ممكن في اوقات متقاربه جدا. طبعا الاهلي برضو كاسم علامه تجاريه ومطلوبه في اي مكان، وبيبقى في نوع من ضمان النجاح. يعني اي شيء انت عاوز تنجحه ده بالادله وبالواقع، يعني تمام. البطوله اللي ما بيشتركش فيها الاهلي بتفقد جزء كبير جدا، يعني عايز اقول لك، مش عايز اقول بقى تعبير انها بتموت جماهيريا، لانه لو جمهور الاهلي مش مهتم، يعني زي مثلا جمهور مصر، لما مصر ما تشتركش في كاس الامم الافريقيه البطوله بتتعمل وتخلص، محدش يحس بيها. وبيكتموا عليها على طول. نفس الحكايه النادي الاهلي، لو شارك في حاجه بتضمن مبدئيا قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم انها بطوله ناجحه او احتفاليه ناجحه. تمام، احنا نتكلم عليها بالتفصيل. نتكلم عن دور الاهلي كمان في بصفه عامه في الوطن العربي، لكن انا عايز عنوان. بصفه حضرتك طبعا رئيس القسم الرياضي في جورنال كبير زي جورنال الاخبار. فعايز عنوان للمباراه. عنوان يشد. مفاجأة كان. الاهلي، لا ما احنا دايما متعود برضه، احنا متفاجئين، يعني الاهلي مضغوط على طول واحنا متفاجئين على طول. فهو نقول الاهلي العريس كالعاده. الاهلي العريس كالعاده. الاهلي العريس كالعاده. ماشي، خرجت انا من الموقف الصعب. حلو، ماشي، عدلت لغايه لما كويس. لا لا صحيح، عنوان كويس. تمام، دخلت عليها دخله جامده يا كابتن جمال. حبيبي يا كابتن، يعني قلت لي ان صلاح محسن جايب في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي بس 29 جول. طبعا هي يعني هتزعل النادي الاهلي، بس طبعا هتفرحهم فيما بعد ان شاء الله. صلاح محسن يبدا يجيب ما يقرب يا كابتن ميدو بالظبط من 27 جول على مستوى المراحل السنيه في نادي انبي. 27 جول بالظبط. ما يقرب دي احصائيه طبعا عن يعني الكابتن امام محمدين كمان، انت عارف كابتن امام محمدين في الاسكاوتنج والحاجات دي حاجه محترمه قوي. يعني انا كنت بتكلم معاه امبارح وفتحنا يعني بالصدفه كده بنتكلم بندردش مع بعض، وفتحنا قصه صلاح محسن، وكان الكابتن امام متنبئ له ومدربين كتير اشتغلوا معاه. يعني انت عارف طبعا كابتن ميدو، انت طبعا عشرتنا فتره في انبي وعارف قطاع الناشئين والتنظيم الجيد اللي ماشي بيه واهتمام مجلس اداره. انما تحديدا عن صلاح محسن كان باين ان هو لاعب بارز على مستوى الـ من قطاع البراعم. انا اشتغلت معاه في فتره كان اعتقد 2011 2012 في قطاع البراعم، كان عنده تقريبا 12 سنه بالظبط في الفتره دي. طبعا استقطبه ازاي وجه النادي الاهلي ازاي وموضوع كبير كده، ده طبعا كان عن المجموعه اللي قبلينا، ودي من احد مميزات نادي انبي. اشتغل معاه مدربين كويسين جدا كتير، منهم الكابتن سيد ياسين ومنهم الكابتن كريم خالد ومنهم على ما اذكر احمد صابر. كل المدربين دي شاركت في اعداد وبناء يعني جزء كبير فنيا من صلاح محسن، ودي من الحاجات الكويسه برضو اللي بتتعمل في نادي انبي. 27 جول اللي بكلمك عنهم ده، دول انا حضرت منهم جزء بالمصادفه السنه اللي قبل اللي فاتت. اول ما جيت من السعوديه اشتغلت مع الكابتن مع الكابتن كشري ماسكين فرقه 97 في النادي الاهلي. تمام، وصادفت وقابلنا، وكان مسؤول عن الفرقه دي الكابتن سيد ياسين. دي كانت اولى لقطات كابتن جمال بالظبط، ودخول النادي الاهلي والتوقيع طبعا حاجه كويسه. وطبعا لما اجي مدى استفاده النادي الاهلي دي برضه هتكلم في جزء فني، بس بعد ما اخلص الجزء اللي بتكلم فيه مع حضرتك ده. اتكلمت مع الكابتن امام، المهم مسك فرقه 97 بنلعب ماتش الذهاب عندنا في النادي الاهلي، كسبنا 3-2. صلاح محسن اللي جابوا الجولين بتوع انبي. تمام، ده دليل برضه ان هو من اللعيبه السكولر على الجون، هداف فعلا، هداف جيد.
رحنا النادي انبي بنلعبهم في الدفاع الجوي، كان نادي انبي بيلعب في الدفاع الجوي، كسبونا 3-2. صلاح محسن اللي جاب 3 جوان، جاب في موسم واحد 5 جوان، ده علاوه على ان طبعا القريبه بالنسبه للجمهور بالنسبه لمحبين النادي الاهلي. السنه اللي فاتت جايب جول في النادي الاهلي في الدرجه الاولى مع انبي، والسنه دي في الدور الاولاني جايب برده هو اللي سجل هدف في مباراه 4-1 بالظبط، عارف طريق الجول بغض النظر عن اهدافه حتى في النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله لعيب سنه صغير، لعيب متميز، عنده مميزات فنيه هايله، بيلعب بدماغه، من احسن لعبه في مصر اللي بتلعب في دماغها لعب بالراس، هيدرز في 18، السلم كويس قوي تحت ضغط، عنده ملكه السرعه دي موهبه ما شاء الله عليه. فبالظبط، فبتحس يا كابتن ميدو حضرتك كنت هداف طبعا، عنده شراسه على الجول، من اللعيبه كويسين جدا. قالوا ان هو مواليد 98، عنده تقريبا بالظبط داخل 19 سنه، السنه دي داخل في 20 سنه، فلعيب مستقبل لنادي الاهلي. واعتقد مع شغل النادي الاهلي والبطولات والطموح اللي ممكن يجي له، ان شاء الله يبقى من اللعيبه المميزين جدا في مصر، وممكن كمان 3 4 سنين يحترف بشكل كويس. ده السؤال اللي كنت اساله لك قبل ما اروح استاذ جمال. صلاح محسن ماضي 4 سنين ونص، تمام، يعني بعد مثلا ان شاء الله ربنا يديه طول العمر يبقى عنده 23 سنه ونص بالظبط. بالظبط، لو النادي الاهلي حب يبيعه النادي الاهلي يكسب احترافيا احترافيا، ولو مشينا استثماريا النادي الاهلي انا على يقين طبعا ان شاء الله باذن ربنا يبعد عنه شر الاصابات ويؤدي بشكل كويس مع النادي الاهلي ويساهم في بطولات النادي الاهلي. انما صلاح محسن لو مشي على نفس النمط اللي ماشي بيه ده هيبقى لعيب محترف والنادي الاهلي هيكسب فيه، هيجيب مبلغ كويس. تمام تمام، خصوصا كمان بعد الصوره المشرفه اللي مقدمينها محترفينا بره، خصوصا محمد صلاح النجم المصري الفرعون المصري اللي مقدمينا صوره ولا اروع من كده، بدا الناس يبصوا للعيبه المصريه كمان. السعوديه كمان فتحت يعني الانديه بتاعتها على مسرحيه اللعيبه المصريه خصوصا لعيبه النادي الاهلي. شايف الموضوع ده ازاي يا استاذ جمال؟ والله بص، انا شايف انه طبيعي جدا في مسيره اي لاعب النهارده ان هو يحترف في اوروبا. يعني حتى الاحتراف في الدول العربيه انا بقول ان هو ممكن يبقى مرحله، اكيد واخد بالك، أكيد. لكن أكيد. الهدف في النهايه هو الاحتراف في الانديه الاوروبيه الكبرى، لان هي دي فعلا اللي انا بقول ان هي وصلت محمد صلاح للفوز بلقب حتى افضل لاعب في القاره. يعني دائما احنا كانت مشكلتنا انه لاعبتنا مش محترفين في اوروبا، فبيبقى بعيد عن الاختيارات للاسف الشديد. يعني بركات وابو تريكه قبل كده خدوا افضل لاعب داخل القاره اللي هو محلي يعني، لكن كونه يحصل على لقب الافضل على مستوى القاره، فاعتقد انه الاحتراف هو اللي ادى بمحمد صلاح لكده. وبعدين ده في النهاية بيعود على المنتخب أكيد، وبيرفع مستوى اللاعبين، وحتى لو رجع بعد كده مصر بيبقى راجع برضو يا كابتن ميدو بعقلية المحترف، مش قصة ان هو فلوس وكلام من ده، لا. أنا بقول لاعبتنا كمان اتعودوا في السنوات الأخيرة، ابتدوا يعني يتعاملوا مع الاحتراف، يتعاملوا معاه بشكل أكثر واقعية أكيد. يعني لو تفتكر حضرتك كان في لعيبه كتير جدا لما بيروحوا يحترفوا في تركيا مثلا، وهي دوله اسلاميه ويعني العادات والتقاليد تقريبا متشابهه، بس تختلف كانوا بيشعروا بالحنين للوطن والهوم سيكنس وعندهم مشاكل جامده جدا ويرجعوا. النهارده اللاعب يعني مهم قوي ان هو يتحمل الضغوط الاحترافيه، مش قصه ان هو المستطيل الاخضر واللعب بس. يعني حتى محمد صلاح مثلا لما راح تشيلسي مثلا وقعد احتياطي وما لعبش، كونه يتحمل الضغوط دي هي اللي خليته بعد كده لما يروح ايطاليا ينجح في فيورنتينا ثم روما ثم يعود مره اخرى الى ليفربول ويواصل مسيرته الناجحه يعني. فالاحتراف انا شايف ان هو طريق طبيعي جدا. بالنسبه لصلاح محسن حضرتك برضو تكمله لكلامكم، انه لما هيبقى عنده 23 سنه سعره هيبقى اضعاف السعر الحالي، ده اللي انا بتكلم يعني فيه. ممكن الناس دلوقتي باصه ان الرقم 35 مليون رقم كبير، لكن لما تيجي تحسبه بالاسعار العالميه لا، تقدر تجيبه تضرب في رقم كبير يعني ممكن يوصل لحاجه كبيره جدا. بالظبط بالظبط، يعني احنا يعني ما كنتش حابب اتكلم في ارقام لعيبه، لكن حتى لو جبناه بمليار جنيه يا كابتن، انا بتكلم كنادي اهلي دلوقتي، تمام، كنادي النادي الاهلي بيحسبها ازاي؟ ان انا طلعت لعيبه اعاره مش بيع، طلعتهم مثلا بمليون دولار،
ده باتنين ونص او طلعنا ب 10 مليون دولار ثلاث لعيبه الاخرين واشترينا لعيبه ب 8 مليون دولار مظبوط. مهما كان بقى اشتريت بكام ان شاء الله اشتريت لعيب واحد حتى ب 8 مليون دولار يبقى انا أيوه. في الاخر كسبان. هي الجدوى معلش يا كابتن ميدو يعني هي الجدوى انت ازاي بتدير بالظبط العمليه الاحترافيه بالظبط. هل انت بتدفع بس ولا بتدفع وبتاخد بالظبط؟ ده هي ده اللي ده اللي شغال يعني. ما هو ده المنطق اللي دلوقتي النادي الاهلي كجزء استثماري بعيد عن الجزء الفني مدى استفاده النادي الاهلي فنيا احنا اتكلمنا فيها هيستفيد فنيا اوريدي من صلاح محسن. لما نيجي يا كابتن ميدو على المدى الطويل وافكر بعد 3 4 سنين او قرب انتهاء عقد صلاح محسن هنقول بعد 3 سنين عشان اقدر اسوقه مثلا قبليها بسنه ونص هيبقى عقده منتهي تمام. لما اجي اسوقه انا على يقين ان هو هيجيب المبلغ ده بكتير. ده بالظبط نظره استثماريه للي هم القائمين على على الاستثمار في النادي الاهلي بالظبط. زي ما انا بقول لو هقيسها حتى محاسبيا ايرادات ومصروفات دلوقتي انا صرفت بس الايرادات ان شاء الله جايه على المدى ومش بعيد قوي بتكلم في حدود 3 سنين 4 سنين بالظبط. بالظبط بالظبط بتكلم يا كابتن جمال في اعاره مش اعاره مش اقل من 2 مليون دولار مش اقل بالظبط يعني مش اقل من كده اعاره اللي هي 6 شهور وكمان تتكلم في لعيبه يعني كان صلاح محسن من ضمنهم. تتكلم صلاح محسن عنده 19 سنه محمد شريف لعيب دجله عنده 22 سنه تمام عندك محمد فخري عنده 19 سنه تمام عندك محمود الجزار 19 سنه فرق في نظره نظرة مستقبلية ونظرة احترافية كمان احترافية بشكل كبير جدا وخاصة في اللي حضرتك قلته يا كابتن ميدو في أعمار اللعيب ده الذكاء اللي أنا بتكلم فيه. طبعا اللعيب عندي هيزداد خبرة ويزداد فنيا هيبقى مستوى عالي مع اللعب طبعا هيتعود بقى اللعب اللي هو كمان تحت ضغوط وسقف الطموح عنده يعلى. بالظبط انا دلوقتي بقى بلعب على بطولات بالظبط مش بلعب كان كل امنياتي في اي نادي مع كامل احترامي للانديه اللي كانوا بيلعبوا فيها ان انا ابقى في المربع الذهبي لا دلوقتي انا بتكلم عن بطولات بخش دوري وبخش بطوله افريقيا بخش بطوله كاس كله بلعب على البطولات دي هتديني برضو الجزء الفني والخبرات الفنيه مع الطموح العالي النادي اهلني بعد كده يديني الثقافه الاوروبيه اللي انا نقدر بعد كده احترف بيها اللي كان بيتفرج عليه اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ جمال دي مهمه جدا برضو ثقافه اللعيب لما اجي اقرب من ثقافه محمد صلاح او محمد او اللعيبه دي عن اللعيبه السابقين هيفرق كتير مختلفه جدا بالظبط كلام مهم. وهو برضو الجدوى حضرتك اتكلمت عن الجدوى الماليه او الاحترافيه من العوائد الماليه اللي هتخش كمان نقدر نقول امتى الاحتراف يبقى فاشل او مكلف لما اكون انا بجيب لعيبه وما باخدش بطولات ما هو النادي الاهلي النهارده عنده بطوله الدوري العام عنده بطوله افريقيا عنده طموح كاس العالم للانديه دائما النادي الاهلي بيلعب على كده فكل ده ما هو بيجيب فلوس كمان بالزبط. يعني انت لما بتشترك في بطوله افريقيا بالزبط. وتاخد اللقب ما هو ده بيجيب لك فلوس غير العائد اللي هو بالزبط. المعنوي بالزبط. ونفس الشيء بالنسبه لكاس العالم للانديه فهي عمليه متكامله يعني المهم اللعيب اللي انت تتعاقد معاه يكون مفيد بالنسبه لك في تحقيق الهدف من وجودك في البطولات يعني بالظبط يعني ما الصفقات ما هي الا قلت قبل كده ما هي الا وسيله لتحقيق هدف ولتحقيق غايه الغايه هي يعني. البطولات او الوسيله او الهدف اللي هو البطولات بالظبط مش بجيب صفقه تبقى هي يعني انا جبت الصفقه انا مش بشتري اصل مش بشتري سلعه عاديه بالظبط يعني انا بتكلم في حاجه او تكملتها برضه كمان احتياجاتي وكلام حضرتك احتياجاتي وفي نفس الوقت المنظومه الكامله اللي بيديرها النادي الاهلي انا ما ببادلهاش في توجه واحد بس ان انا الجانب الفني لا زي ما قال الاستاذ جمال برضو في جانب الاستثماري انا بدير المنظومه كامله باخدها كامله جانب استثماري مع جانب فني والجانب الفني ده هيحقق لي بطولات البطولات دي هتجيب لي حق رعايه كبير دي اللي هو التدرج المنطقي اللي بيمشي بيه النادي الاهلي ودي المنظومه وده سبب نجاح المنظومه في النادي الاهلي بالظبط احنا بنتكلم وافكر حضراتكم تاني برضو مع ضيوف الكرام بنتكلم في مين لجنه الكوره في النادي الاهلي بيرقصها كابتن محمود الخطيب طبعا يعني كابتن محمود الخطيب يعني عمر ما حد هيعترض ابدا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي معاهم كابتن علي عبد الصادق معاهم كابتن علاء ميهوب ولجنته المكونه من كابتن حمدي مرادي كابتن هشام حنفي كابتن ناجي خليل ومعاهم طبعا هي سياسه يعني انا بقول ان هي سياسه الصفقات سياسه ايجابيه جدا بالظبط ودايما النادي الاهلي برضو بيتميز بوجود لجنه كوره يعني ممكن ما تلاقيهاش في انديه كتير بالظبط يعني حتى في بعض الانديه حاولت تعمل لجنه كوره من منطلق بس انه يبقى عنده لجنه كوره يعني مسمى اسما بس فشلت بالظبط ليه لانه راسخ جوه النادي الاهلي برضو من زمان ايه فكره وجود لجنه الكوره ودورها ايه بالزبط. وتعاملها مع جهاز الكوره وحدودها ايه
بالظبط وايه حدودها وايه خصائصها انا بعمل ايه وليا رايي ايه بالظبط. وبعدين منتهى يعني عايز اقول ايه منتهى التفاني في حب النادي الاهلي بامانه يعني عجبني ولاد جذوره ده جذور النادي الاهلي والتعليق اللي علقه المهندس عادل القيعي منتهى الامانه بعد انتهاء صفقه صلاح محسن يعني نسب الفضل للكابتن زيزو والكابتن علاء عبد الصادق والكابتن عصام صلاح في انكار ذاته مع بالظبط يعني مش الناس ما بتتسابقش عشان اقول انا جبت فلان لا الاهلي فوق الجميع يا كابتن جمال دي فعلا حاجه ملموسه حاجه يعني عايز اقول حاجه فوق الاحترام بمنتهى الامانه بالظبط بالظبط يعني انا تكمله لكلام نجومي اللي مشرفيني قالوا ان في مزيج بين الحاله الفنيه والحاله الاستثماريه أكيد. الحاله الفنيه بيمثلها كابتن محمود الخطيب يقول لعيب كويس لعيب جميل اتو معاه كابتن عادل الشافي معاه كابتن علاء عبد الصادق معاه كابتن علاء محمود كل دول حاجات فنيه طبعا حالات فنيه رهيبه ما حدش يقدر يعني يراجع وراهم معاهم مهندس عادل القايه بقى اللي هو بتاع الاستثمار نفسه وطبعا عصام سراج الدين يعني انا افتكر اول ما رحت النادي الاهلي فطبعا رايح للمهندس عادل القايه وانا انا مش عايز فلوس انا ده كان حلم حياتي ان اروح النادي الاهلي طبعا فقال انا افتكر ان انت قلت في الجرايد ان تيشيرت النادي الاهلي بمليون جنيه ده بقى كان فوق المليون جنيه بالظبط قلت له هات العقوده هات العقوده مش ما تعديش على المهندس عادل طبعا ما تعديش الحاجات دي ما تعديش على والله العظيم اصل بيقول احمد جمال بيقول لي في الفلوس انت قلت كام والله العظيم ما طلبت ولا جنيه انا مضيت النادي الاهلي يا جماعه واحنا كلنا بنمضي اي حد راح النادي الاهلي انا لما جيت اروح النادي الاهلي نفس الكلام بمضي وبعد كده مفيش اي مشكله بالنسبه لي كان حلم ان انت تحققه ان مجرد ان انت يعني يتضارب في عقلك او خيالك ان انت في النادي الاهلي فخر لاي حد في مصر كابتن احنا ما كانش على ايامنا في توقيع خالص في الصحافه بالزبط. يعني انا اول ما اشتغلت صحفي في الاخبار في بدايه الثمانينات اشتغلت في مجله الاهلي قبل ما اشتغل في الاخبار يعني يعني كان الاستاذ عبد المجيد نعمان رئيس تحرير وهو رئيسي في الاخبار فطبيعي اشتغلت في الاثنين مع بعض واخد بالك وبرده بالنسبه لي كانت المجله كناحيه اعلاميه مقروءه جدا وعامله لي تواجد صحفي يعني عامله لي تواجد بين الجماهير يعني كان في بعض الناس قرايبي مثلا اما يعرفوا بالزبط. ايه ده انا شفت اسمك في مجله الاهلي يعني عارف طبعا حاجه كبيره والله بجد يعني طب انا بكتب في الاخبار الاخبار عامله لي شهره وكل حاجه لكن مجلة الاهلي برضو بالجماهيريه بتاع النادي الاهلي بتعمل نفس الجو ده يعني 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 دايما الاهلي يا كابتن جمال طبعا حضراتكم طبعا اكتر مني خبره طبعا لا الاهلي لا. بتحسه وبتلمسه غير وانت جواه بعد ما تسيبه دي حقيقه تحس بقيمته قوي قوي يعني يعني انا هضرب مثال يعني بعيد شويه عصام الحضري عصام الحضري اللي هو اسطوره حراسه المرمى في مصر بعد ما ساب النادي الاهلي وخد فلوس وعمل كل حاجه كان بيموت عشان يرجع النادي الاهلي بالظبط نفسه يرجع النادي الاهلي كان بيموت لغايه عشان يرجع النادي الاهلي اعتقد يعني لغايه دلوقتي لو النادي الاهلي عمل له كده بس هيجي فدي قيمه النادي الاهلي كبيره جدا فعلا زي ما حضراتكم بالظبط بالظبط انت بتلعب ماتشات تحس ان العالم كله متابعك على الاقل هنقول العالم العربي عشان ما بالغش قوي العالم العربي كله متابعك وعارف النادي الاهلي وعارف قيمه النادي وعارف لعيبه النادي الاهلي حتى لما بتخرج من النادي الاهلي وتيجي تروح على اي نادي بتقابل برضه بكل احترام وتلاقي نفسك تحس بيحاولوا يريحوك بقدر الامكان ان انت برضه جاي نجم وهتلعب برضه في نادي بتحس بقى وقتها بالفرق شويه لان انت برضه الطموحات بتختلف بشكل كبير اكيد لما بلعب في نادي في وسط الجدول او نادي بيصارع من اجل البقاء ايا كان اسالك في الحته دي اسالك في الحته دي انت يعني عجلتني في السؤال شويه بس انا برضو يعني ازود على كلام حضرتك شويه ان النادي الاهلي لا معروف عالميا كمان انت تمام. في ريال مدريد عارفين ان النادي اللي بعديه الاكثر تتويجا هو النادي الاهلي هو النادي الاهلي بالظبط فلما يقارن النادي الاهلي لقب يعني هو خد لقب قعد بيها سنتين ثلاثه بالظبط قبل السنه اللي فاتت ما ريال مدريد ياخد كاس العالم فريال مدريد لما يجي يتكلم مين الاهلي الاكثر تتويجا الاهلي اكثر تتويجا عشان كده لما نيجي نقارن النادي الاهلي مع احترامي لكل الناس كل الناس يعني ليهم كل الاحترام لان النادي الاهلي اقارنه بريال مدريد في بطولاته في انجازاته بالظبط وليس في صفقاته طيب طالما اتكلمنا عن القيمه واتكلمنا عن قيمه النادي الاهلي برضه يعني صحفيا قيمه عوده حسام غالي المعنويه للنادي الاهلي والله بص هو القرار انا مع القرار ده حتى لو من باب انه تكريم لحسام غالي لانه مش عيب ابدا انه يبقى فيه وفاء لنجم من نجوم النادي الاهلي حتى لو انا مش محتاجه فنيا 100% لا انا مع عودته يعني حتى اتسالت على ده يعني ما كانش لسه في فكره ان حسام غالي يرجع كان في مجرد اشاعات وكده من فتره يعني فقلت لا انا مع هذا القرار لا لشيء الا لانه حسام غالي ان اجلا وان عاجلا سيكون احد الكوادر
الإدارية الكروية في النادي الأهلي. تمام. يعني النهاردة أنا لا أتوقع أن حسام غالي كده يمر مرور الكرام مجرد لاعب ويعتزل. أعتقد أنه عودته في هذا التوقيت والتعاقد لمدة 6 شهور أنا بقول أنه ده ممكن يبقى مقدمة فيما بعد في الوقت القريب جدا أن حسام يبقى له دور في النادي الأهلي كإدارة كرة أو كمسؤول في بشكل أو بآخر في قطاع كرة القدم. فده نوع من أنواع الحرص على أبناء النادي الأهلي. ويمكن ده برضو بيرد يا كابتن ميدو على بعض الناس اللي أحيانا بيقولوا إنه نجوم النادي الأهلي مش موجودين أو أحيانا بعضهم بيشتكي إنه مش موجود. لا، في حرص على وجود أبناء النادي الأهلي خصوصا لما يبقى هو كادر واعد. يعني بالظبط، يعني ان هو ممكن كلام حضرتك مفهوم. يعني ايام ما كان لاعب حتى حسام او هو لاعب في الفريق كان له شخصيته مع اللعيبه، شخصيته القياديه، فده يبشر او يعني ينبئ بانه ممكن يبقى له دور في المستقبل مهم. يعني انا ممكن بس خلينا اقول حاجه بعد اذنك كابتن ميدو، تكمله لكلام الكابتن جمال او جمال. حسام غالي من اللعيبه اللي تحس بيها شخصيه، ليها كاركتر معين. بالظبط، شخصيته القياديه متميزه في الملعب وخارج الملعب. ان كان حسام اوقات على بعض الضغوط اللي بتحصل عليه بتبقى فيها شيء من النرفزه، ولكن ما نقدرش نفقد قيمته في الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي كقائد في الملعب، كقائد خارج الملعب. قدام شويه هيبقى كادر اداري مهم، لان حسام من المميزات اللي بيتميز بصفه القياديه، ودي مش هتلاقيها في اي حد فعلا. حتى النادي الاهلي بيعرفوا يقولوها كويس قوي في منتهى الامان. انا على يقين ان الكابتن الخطيب والكابتن علاء افصادي والمسؤولين على الكوره كابتن زيزو شايفين نظره مستقبليه فعلا ممكن لحسام غالي يبقى كادر. بالظبط، كادر مهم بعد كده ينفع النادي الاهلي. ما بقاش انا دايما واقف على كادر واحد او اثنين، بتحصل عندي بعض الازمات زي اللي حصلت حتى في قطاع الناشئين لفترات السنتين الثلاثه اللي فاتوا. يعني انا كنت فتره كنت في نادي الاهلي وافتقدنا وجود مدير قطاع ناشئين. قعدنا فتره بيفكروا النادي الاهلي نجيب مين اللي ممكن يتحط في الفتره دي. اعتقد النادي الاهلي مش هتحصل السنين اللي جايه، لان الناس اللي ماسكه او القائمين على اداره النادي الاهلي ناس احترافيين وبيشوفوا لقدام، وممكن اجهز مين، ممكن ده ينفعني في كادر فني، ده ينفع كادر اداري، وهكذا. اعتقد ان الفتره اللي جايه دي النادي الاهلي مش هيبقى عنده فراغ اداري زي اللي حصل في السنين اللي فاتت او الثلاث اربع سنين اللي فاتت. اكيد. يعني انا استشهد برضو بكلامكم، كان معايا ضيف كان خارج المنظومه الكرويه، كان الكابتن طاهر عمرو جرانه لو تعرفوه. ده عالم فراسه. تمام. عالم فراسه، فانا كنت جبته عملت معاه حلقه هنا، قلت يعني اغير الجو. اغير الجو بالظبط. هو عالم فراسه من الطراز الرفيع، يعني اللي هو يشوف الاستاذ جمال يقول لك انت كذا وكذا وكذا. والله العظيم هو عمل حاجه هنا اكيد كل الاعداد فاكرينه يعني. فقلت له انا عايز اجيبك حلقه معايا وكده. هو معروف اعلاميا يعني قوي. تمام. قال لي بص انا ما اعرفش حاجه في الكوره غير الكابتن محمود الخطيب. ما اعرفش اي حاجه. قلت له لا تعالى انا اجيب لك شخصيات بس وتعلق عليها. فبدات اعرض له صور، كان قاعد مكان حضرتك كده يا كابتن، انا كنت قاعد مكان استاذ جمال، وبدات اعرض له صور على الشاشه اللي قدامه. فالمهم قعد جاب اللعيبه بالظبط، يعني جاب خصائصه. اول ما شاف حسام غالي قال لي ده قائد. دي حقيقه والله. قال لي ده قائد، ده الكاركتر بتاعه ده قائد. هو عنده وخلينا اللي هو يعرف بالظبط. خلينا اكد لك المعلومه دي يا كابتن ميدو. اكد لك المعلومه دي. في الفتره اللي اشتغلت مع الكابتن زيزو في الدرجه الاولى، في الفتره اللي كانت انا وعظيمه، وكان موجود برضه كابتن سيد عبد الحفيظ على راس الجهاز. كابتن سيد عبد الحفيظ دايما يقولها بمنتهى الامانه، سيد على طول يقول حسام غالي قائد جيد جوه الملعب وخارج الملعب. يعني هو شايفه كده، هو ما شاء الله عليه. غير ان هو قائد، هو عموما مكسب عودته باي شكل. اما الجانب الفني بس اضيف حاجه. الجانب الفني اتمنى الصبر بقى من حسام غالي. ليه؟ لان الكابتن حسام البدري ممكن يكون شايف ان هو ممكن يستفيد بيه في اجزاء معينه من المباريات، مباريات كامله، دي ترجع للكابتن حسام البدري فقط لا غير. لا هو اكيد هو حسام غالي جاي وعارف دوره ايه. اعتقد بمنتهى الامانه يعني. طب قبل ما نروح لمباراه الاهلي ونجوم السعوديه يا كابتن جمال، انت كلمتني وقلت لك انت يعني استعجلتني في السؤال وسبت شويه ورجعت لك بيه تاني. كنت تتوقع فشل اسامه ابراهيم؟ مش عايز اقول فشل، يعني عدم بلا، يعني عدم توفيق. عدم توفيق ماشي. اسامه ابراهيم، احمد رفعت، محمد ناصف. محمد ناصف بالنسبه لنادي الزمالك. والله انا هقول حاجه، النادي الاهلي بالنسبه لمحترفينه غير نادي الزمالك، رغم ان هم برضو دول يعني ابناء برضو نادي انبي. كنت تتوقع اسامه؟ مش عايز ادخل في حته مش عايز تخش في الحته دي خالص. تتوقع هم لعيبه يستاهلوا ان هم يلعبوا اهلي وزمالك؟
لا لعيبه كويسين يستاهلوا. طيب لكن كنت تتوقع ان هم في يبقى في عدم توفيق؟ لا ما كنتش اتوقع عدم توفيق. لعيبه كويسين، مقاوماتهم الفنيه جيده جدا بمنتهى الامانه. لو كانوا جم الاهلي، لو كانوا جم الاهلي كان ممكن ينجحوا، كان شكلهم هيختلف. شكلهم هيختلف تماما، لعيبه وعادين كلهم. تمام. نطلع على طب قبل ما نروح لمباراه، قبل ما خلينا قبل ما نروح للفيو بتاعنا احمد، اخد برضو راي ضيوف الكرام في قيد الثلاثي صلاح محسن ومحمد شريف ومحمد نجيب افريقيا، وكان قبلهم الحارس علي لطفي. طبعا مهم جدا، مهم جدا، لان انت بتجيب لعيب طالما القايمه بتاعتك بتسمح بانضمامهم فشيء جميل. انت انت المفروض انك تستفيد، لانه برضو في مشكله انه ممكن لو اللعيب جه وما تأيدش ممكن ده يعمل عنده نوع من القلق والخوف من المكان. لكن معنى انه جاي وداخل على طول في القايمه، فده بيدي انطباع عند اللاعب نفسه، لا انا مطلوب في هذا المكان وهيبقى ليا دور. فيعني اعتقد انه قرار كويس. تمام. وهم كامكانيات برضو احنا شفناهم لعيبه كويسين ممتازين. يعني كابتن جمال اضيف اقول اضافه النادي الاهلي، النادي الاهلي طالما ما جايب لعيب وانا شايف لعيب وحطه تحت السبوت ببقى مجهز له مكان حتى افريقيا. حلو. النادي الاهلي دايما بيخطط لقدام، انا مش باصص لدلوقتي ان انا لسه بخلص لعيب، لا هتلاقي الكلام ده. انا على يقين النادي الاهلي وجهاز الفني مجهزين، عارفين ان الصفقات دي ناجحه ان شاء الله قبليها، مثلا قبلها بشهر طالما ما الكابتن حسام بدي مضى على الصفقات دي. انا عايز اضيف كابتن خطيب دخل فيها، انا على يقين ان هم عارفين اللعيبه دي، وانا لما بعير ببقى عارف احط مكانهم. حلو. يعني في فترات الاعاره. حلو. النادي الاهلي عارف ان هجيب محمد شريف، هجيب صلاح محسن، هجيب اللعيبه دي وهيبقى لها مكان افضل. عايز اقول انا عارف احنا بنعمل ايه بالظبط. هي فضل. اضافه من نفس الكلام ده اللي هو انه الاهلي لما اخذ قرار بانه يعير مجموعه من اللاعبين النجوم برضو، يعني انا عايز اقول اللعيبه اللي طلعت دي كلها مش سهلين، لعيبه مستوى عالي. أنا. يعني فهو بيعمل كده يبقى في رؤيه مستقبليه انه بيجيب لعيبه اخرين، ده نوع من انواع عارف ايه اللي هو التفوق على الذات. انت ممكن تبقى ماشي، ما انت ماشي كويس جدا. صح. يعني في ناس يقول لك طب ما الاهلي، والاهلي محتاج لعيبه، ما عنده التيم الاساسي في فلان وفلان وفلان وفلان، وعنده فرقه تانية على الدكه. لكن التغيير ده في حد ذاته اللي هو مساله تدوير، يعني ان اللعيبه دي تخرج، ممكن يبقى في لعيبه احمد الشيخ مثلا، طب انت ممكن كنت تتمسك بيه جدا، احمد الشيخ، صالح جمعه، مؤمن زكريا. يعني اقصد انت مطلع لعيبه من العيار الثقيل، مش هزار. لكن مساله التغيير ده ممكن برضو يبقى نتيجه دراسه لظروف اللعيبه. ان اللعيب انت عندك لعيب مثلا يا كابتن ميدو، عندك احساس انه اللعيب ده محتاج ان هو يحترف دلوقتي او يلعب بره شويه، بدليل ان اللعيبه اللي تم الموافقه على اعارتهم تم تمديد العقود بتاعتهم اصلا. بالظبط. يعني دي نقطه بالزبط. دي نقطه مهمه. ان انا زي ما اختلفت مع كابتن جمال في كلامه، قلت النادي الاهلي عارف هو بيعمل بالظبط. لا إن أنا مش الاهلي او النادي او اداره النادي مش بتبيع او بتعير خالص من غير سياسه. تمام. لا هو بيجدد له، وفي نفس الوقت لما يرجع له تاني يبقى المود كمان اتغير. بالظبط. مود اللعيب نفسه اتغير. بالظبط بالظبط. يعني انت بتتكلم كمان في اعارات ما شاء الله. مش بيع لغايه دلوقتي يا جماعه، احنا بالظبط بنعير بس وما شاء يعني الله يعني راجعين تاني يعني. بالظبط. الاهلي كسبان. يعني قبل ما نطلع للتقرير بتاعنا الفيو عشان نسمع فيه عن او نشوف فيه كومه النادي الاهلي عربيا، عايز اقول لكم حاجه، او تحديدا لمسؤول نادي انبي اللي هم دلوقتي مشغولين طبعا، مشغولين بماتش الزمالك طبعا، ماتش مهم للنادي انبي. عايز اقول شوفوا كام لعيب طلع الاهلي والزمالك من نادي انبي. اللعيبه دي مين اللي اختارها ومين اللي جابها؟ هتلاقوا ان كابتن امام محمدين كان ليه دور كبير جدا جدا في هذا الموضوع، فلازم لو سمحتوا ادوا للراجل ده حقه. نطلع نشوف تقرير عن قيمه نادي الاهلي عربيا ونرجع لحضراتكم على طول.